تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر من معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب بمناسبه صدور الامر الملكي السامي من حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بفضل دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس للمجلس رفع فيها إلى صاحب السمو الملكية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسماء آية الشكر والعرفان على ما يوليه سموه من حرص على تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يعود بالخير على مملكة البحرين وأبنائها